بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع البروجكت تبعنا. كنا شرحنا بالفيديوهات اللي قبل نوع من أنواع التاكس اللي هو DHCP Spoofing والطريقة العلاج تبعته أو الحماية تبعته. وكنا شرحنا رجعنا بفيديو تاني DHCP Starvation وكيف برضو طريقة الحماية تبعته. بس كنا شرحنا على تيبولوجيا عادي اللي هو زي مثلا أنت ما تدرس أي كورس بتلاقي عندك بيشرحوا هاي التوبكس، طبعا ما حدا من الأقلاء اللي بيشرحوا مع التالي. فكنت حابة أفرجيكم إياه على شبكة منفصلة إنه كيف لحالة، وهلأ بدي أرجع أطبق نفس اللي أنا حكيته على الانفراستراكشر تبعنا أو على البروجكت تبعنا. ليش؟ عشان أفرجيكم كيف طرق الحماية عندنا وشو الصعوبات الهاكر ممكن يلاقيها مثلا بظل البيئة اللي عندي إياها. تعالوا نروح على اللاب. اللاب تبعنا نفسه ما هو حلو. نشرح اللاب بس على سريع شو اللي راح نعمله اليوم. اذا انا حمله كالتالي، انا عندي الهاكر هون ماشي الحال. تعال بالاول بس مثلا نحكي على الدي سي بي سبوفينج اللي هو التزييف تبعه. فكان طريقه العلاج تبعته السنوبينج، قلنا تمام. لما شرحناها على الانفراستراكشر الماضي شرحناها على شيء اسمه فلات نتورك. شو يعني فلات نتورك؟ يعني نتورك ما فيهاش فيلانات. هو اوريدي عندك شبكه واحده، ما بعرف حسب ما اتذكر كانت 192.168.0.0/24 وكلياتها تابعه للفيلان واحد اللي هي كانت الديفولت فيلان. فالفلات نتورك عندك فيها مشكلة. المشكلة انه بتخلي الهاكر اصلا يكون على طبيعته بالانفراستراكشر تبعنا. طيب الانفراستراكشر تبعنا هون احنا عندنا فيلانات كتير زي ما انتم عارفين. بالفيديوهات اللي قبل عندنا فيلان 10 وعندنا فيلان 20 وعندنا مبدئيا 30 وعندنا 40 وعندنا 50، وكان 30 هي للدي سي بي سيرفر والاكتيف دايركتوري والدومين كنترول اللي عندنا اياه هون. كان هاي 30 هون. حلو. وكان 10 سميناها داتا حسب ما بتذكر، و20 فويس و40 مش عارف ادمن وهذا اكونت. طيب اول شيء الهاكر وضعه صعب هون. ليه؟ لازم الانترفيس تبعته يكون اسوسييتد او معمول له يعني مربوط بفيلان لاير 2 طبعا. وهون عندنا الفيلانات اللي هي الاس في اي، الفيلان رقم لاير 3 خلينا نقول. اوكي طيب وين الصعوبة في الموضوع؟ انا ما بدي اعمل خلينا نقول بالاتاك اللي هو الدي سي بي سبوفينج. الدي سي بي سبوفينج شو كان اذكركم شو كان بيعمل؟ كان بيزيف حاله وبيعمل حاله انه هو الدي سي بي سيرفر، حتى سميناه روج او روج يعني احتيال. روج ترجمته بالعربي روج دي سي بي سيرفر. وان هذا الاتاك اصلا ليتنفذ صح كان لازم الدي سي بي ستارفيشن بالاول، بتوقع الدي سي بي سيرفر وبعدين بتخلي حالك انت الدي سي بي سيرفر تبعك، كل ترافيك بتصير تمرق عليك وانت بعدين بتعمل لها ريدايركت وبتطلعها وبتوديها على الديفولت جيت واي وبتطلع على الانترنت. بس بتكون هون شو عملت؟ اخذت الباكتس كلها. فهي كانت نوع من انواع المان ان ذا ميدل اتاك. اوكي اللي هو كان بالعربي ترجمتها، بحب ترجمتها بالعربي بس بالعربي كان ترجمتها رجل في المنتصف. anyways فالفكرة عندي هون تبعت ليش صعب الموضوع. أول شيء صعب لعدة أسباب. تعالوا بس نتذكر بCCNA لما درسونا الفيلان كان يقول لك شو خصائص الفيلان أو ليش الفيلان. كان على السريع بقول لك أول شيء فيلان فور سيكيورتي وبوقف عندهم. طب كان يقول لك طب شو يعني فور سيكيورتي؟ لكن أنا فيني أخلي فيلان ما تحكي مع الفيلان الثاني، أكيد هذا مش هو سيكيورتي، لانه انت مجرد ما فعلت الانتر فيلان راوتينج صارت كل الفيلانات بدها تحكي مع بعض. واذا بدك تحددها على مستوى هون بدك تعمل شيء اسمه في تي بي بروننج حسب ما بتذكر. فهذا كلام مش دقيق بالمره. تعالوا اقول لكم الكلام الدقيق. ليش الفيلان؟ شو يعني سكيورتي؟ لما البورت تبعت الهاكر هون الانترفيس انا حاطه مثلا على فيلان 20، فمعناته مبدئيا الاختراق اللي هو بيقدر يعمله انه بده يحتال انه يقول لك انا دي اس سي بي سيرفر فقط لفيلان 20
مش لكل النتورك، مش لكل التيبولوجي عندنا زي ما عملنا بالفيديوهات التانية. اوكي، فانا قسمت الشبكه تبعتي فيلانات لعده اسباب. اول شيء شو السكيورتي اللي عندي؟ خلينا اقول لكم بس قبل هاي السكيورتي، اول شيء انا بحجم البرودكاست. البرودكاست ما بطلع على مستوى الفيلانات كلها، بطلع بمستوى كل فيلان، فهي بتحسن لي الشبكه. اوكي، وبصير في عندي اي برودكاست اتاك بده يصير، زي مثلا في شيء حناخده ان شاء الله قدام اسمه ستورم كنترول مثلا، عفوا اسمه ستورم اتاك اللي هو العلاج تبع ستورم كنترول. اوكي، فانا قادر احجم، فساعتها اي مشكله عندي صارت بس على مستوى بتنضرب عندي فيلان اللي هي 20 وباقي الفيلانات سليمه. عرفت كيف؟ هاي هي اصلا طبيعه السكيورتي. والسكيورتي الثانيه على مستوى اللاير 3 بالاس في اي اللي هون جوا الاس في اي. انا شو كنت بقول له اذا بتتذكروا؟ انا كنت بقول له انترفيس فيلان فيلان مظبوط 10 وليكن، كنت بحط له اي بي ادرس تبعها تبع الاس في اي هاي. وشو كنت بقول له؟ كنت بقول له مين الدي اتش سي بي سيرفر، فكنت بقول له اي بي اذا متذكر اي بي هيلبر داش ادرس، وبحط له الاي بي ادرس تبع السيرفر اللي بحالتنا هون 30.200. فكمان صعب هون صار انه هو يمثل حاله كدي اس بي سيرفر، يعني انا اوريدي محدد هون من دي اس بي سيرفر عندي. ممتاز، تعال نشوف هذا الكلام كيف ممكن يطبق، كيف صعوبته على التبويج تبعتنا. انا هذا كان هدفي فيه، بس احسسكم كيف اول شيء هذا الاتاك بيحصل بالوضع الطبيعي، وبعدين نشوف كيف بيحصل بالوضع الحقيقي. يعني انت عندك شركه هون قائمه وطالع واصل انترنت، وفي عندك كولابس كور انفايرمنت، وفي عندك اكسس سويتشز الى اخره. نشيل هذا ونعمل، تعال نفوت مثلا على السويتش تبعنا نشوف كوماند لاين. نروح كوماند لاين تبعنا. اوكي، انا هون بالاكسس، خليني بس اروح على الكور عشان بس افرجيكم كيف كان منظر الكونفيجريشن. لو اقول له شوران انترفيس فيلان 10، كنت حاطط له الاي بي ادرس تبعه 10.2، وكنت قايل له انه دي اس بي سيرفر تبعه هو اي بي هيلبر ادرس 30.200، وطبعا معطيه فيرتشوال اي بي عشان الريدندنسي وبرايورتي الى اخره. فانا هون حددت له مين دي اس بي سيرفر تبعه. طيب تعال نعمل الدي اس بي سبوفينج، تعال نشوف شو تاثيره اذا حيأثر ولا لا. بس قبل ما ياثر تعال اقول لكم شغله واحده. انا بالاكسس سويتش انا فضيت الكونفيجريشن من الانترفيسز اللي واصل عليها الهاكر، والبي سي 1 والبي سي 2 فضيت عليها. فانت لو هون بتروح على الاكسس او كنترول شيفت 6 حسب ما بتذكر، طلعت لي شيء ثاني طيب خلوها شويه صغيره ونعطيها شويه نظري. كنا قلنا هون انا فضيت هذا من الفيلان، فانا هخلي هذول اثنين مثلا على فيلان 10 ماشي، وهخلي هذا على فيلان مثلا وليكن 40، ونشوف النظام كيف بيصير. هلا لما اطبق عليكم الدي اس بي ستارفيشن، ستارفيشن شو كان؟ كان ببعت دائما ديسكفري، إذا ديسكفر 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 يبعت للدي سي بي سيرفر صح؟ لما طبقناه بالأول أنا طبقته على راوتر، راوتر صغير إمكانياته صغيرة. أول فيديوهات قلت لكم مور بروفيشنال، أكثر شيء بالشغل الصح يكون دي سي بي سيرفر على سيرفر حقيقي. ليش؟ هذا السيرفر إمكانياته عالية، البروسيسر تبعه زين البروسيسر، الرامات ممكن تكون عندك أنت حاطط 32 جي بي ولا 64 جي بي، مقسم الدي سي بي جوا عندك لبول. فإذا بدأ تنضرب تنضرب عندك بول واحدة، وهذا كتير صعب قد ما تعطيه ريكوست، هذا كتير صعب يوقع، اللي حتوقع على السكوب تبعتك، البول تبعتك اللي حتوقع. بينما لو كان مثلا هذا هو الدي اس بي سيرفر عندي، مصيبة، هذا الدي اس بي سيرفر عندي بوقع، ضلني أبعته ريكوست بهنج البروسيسر تبعه، راماته بتتعبى، البفر تبعه بتعبى بوقع. فبتكون عندك كل الانفراستراكشر عندك اللي واصلة على هذا الكور وقعت. هلا بنشوف كل شيء بعيوننا ونشوف شو تاثير الكوماندات علينا. تعالوا نشوف، كنا بس للتاكيد
تعال هون عندي تمام شو run interface نصغيرها بس عشان نشوف مع بعض. اوكي شو run interface مثلا اللي واصل بالهكر e0/0 e0/3 عفوا هي ما في ولا شيء, واللي واصل بال pc1 e0/0 كان ما في ولا configuration o1. حتى الكمبيوترات ما ماخذ IP addresses اصلا لانه ما حطت لها بفيلان. يعني لو قلت له مثلا هذا بس ناخذ واحدة قلت له IP config المفروض يكون ماخذ ابيبا 169 مظبوط ماخذ ابيبا فعله انا ما عندي اي شيء هلا هون. طيب تعال نحط e0/3 تبع الهاكر وتبع pc1 بفيلان 10 راح نقول له config interface range e0/0 e0/3 تمام switch port mode access نكتب لكم الكوماند كلياته عشان المكان تبعنا switch port mode access switch port access VLAN 10 تمام خلينا نشوف المفروض ياخذوا IP addresses عندنا هون هذا PC1 خل عشان صار ممكن نقول IP config /renew هي أخذ مني 192.168.10.1 ماشي الحال. طب تعال نروح على الكالي وين كالي يعني بس سريعا نشوف أخذ IP address ولا ما أخذ نقول له fconfig 192.168.10.12 تمام ماخذ IP address واموره تمام. تعال نشوف التأثير. انا راح افصل جهاز الكمبيوتر عن نتورك عشان يرجع ياخذ مرة تانية IP address او بلاش خليني اعمل انه انا root server. خلينا نشوف هون اذا اقول له يرسينيا -g لانش DHCP قول له DHCP روك سيرفر او روك سيرفر ماشي هنعبي البيانات سيرفر اي دي والاي بي ادريس تبعي 192.168. كان قديش عندي الكالي نسيته كان 10.12 اوكي ستارت اي بي ادريس بلش بزايد من 20 End IP address انهي لي على 30 release time حطوا له اي اشي في seconds تمام submit mask 255.255.0 router انا router ودومين انا دومين ماشي كله اوكي خليني هلا بس اعمل رينيو لعبه حلو انزله هون شوي قل رينيو عم بياخد نفسه بعد ما شيك معي ولا لأي شيء رينيو عم بياخد من الجيت واي كلها نفسها فتعال نعمل شغلة واحدة حطفي الانترفيس تبع DHCP سيرفر عشان ما يلاقي DHCP سيرفر فخلينا نقول له هون زيح لي عايش معي نيمة على تحت خليني اروح على الاكسس سويتش لا على الكور كان السيرفر اوكي واقول له كونفكتي اقول له انترفيس اللي واصل على السيرفر هو E1/3
E1/3 تمام قولوا شكرا طفينا هيك نروح على البي سي قولوا هو الاي بي ادرس مش عارف ياخذ اي بي ادرس تعال نشوف شو النظام عندي بالكالي لينكس وين السيرفر هي شوف حتى اللينكس هون مش قادر يشوف الوضع مع الاتاك شغال قال لك ان ايرور اوكيد وار رينيوينج ما قادر ديس اللي وقف لي هون انه انا بقلب الانسايد انا بقلب الاس بي اي قايل له انه الاي بي هيلبر ادرس هو السيرفر اي بي ادرس فمستحيل كان يروح انا مش تركة عايمة عرفت كيف فانا ابدا ما تركة عايمة طيب تعال نجربها بطريقه تانية قول له تعال نوقف الاتاك ليست اتاكس قول له ستوب اول اتاك خلينا نجرب احط الاي بي ادرس تبع السيرفر اي دي قول له 30.200 نجربها طيب وقول له وزع لي من 15 وقول له انهي لي اياها على 20 اللي زي اي شيء هون اي شيء سوف نسمع 255.255.0 وقول له الراوتر 192.168.30.1 هذا أنا عم بحاول أحط معلومات السيرفر نفسه أشوف إذا رح تزبط معنا ولا لا والدي إن إس قول له خي أنا دي إن إس وقول له الدومين قول له أنا الدومين تعال نجرب نشوف إذا بتزبط هاي ولا لا أوكي تعال نقول له رينيو شوف ما حس فيها ما طلع عندي حتى رغم اني انا حطيت له معلومات انه معلومات السيرفر قلت له انا السيرفر بس هون كان المفروض يطلع لي انه عم بعمل ديسكفر وعم بعمل اوفر وريكويست هذول هون حتى يعطي الاي بي ادرس ما عم بيقدر يعطيه ليش فكان السكيورتي عندي انا من هون من لاير 3 بقلب الاس بي اي هون بقلب الاس بي اي انا شو كنت قايل له هون قلت له شو رن انترفيس VLAN 10 انا قلت له اي بي هيلبر ادرس انا السيرفر ادرس تبعي الدي سي بي سيرفر هو 30.200 انتهت القصه خلاص بطل هون اصلا له علاقه ابدا فهذا التاك على اي مجال ما راح يتنفذ على اي منحه ما راح يتنفذ اللي ممكن يتنفذ هون DHCP Starvation اللي هو أوقع السيرفر بس ما بقدر أوقع السيرفر حوقع البول تبعته تعال نشوف السيرفر شو في عندي بالبول تعالوا هذا السيرفر أوكي تمام تعالوا نشوف لو رحنا هون قلنا له Tools قلنا له DHCP وقلنا له IPv4 شوف السكوبس اللي عندي يعني. هدول فيلانات فهي فيلان 10 قل له ادرس ليزز قال لك انا عامل ليزنج ال 11 و 12 اللي هو اللي ماخده الهاكر وماخده بي سي 1 حلو فلما انا اعمل اتاك الدي سي بي سيرفيشن مثلا حاعمله على مستوى الفيلان اللي انا اصلا فيه يعني الهاكر اصلا بفيلان 10 فحاضر بس اوقع بول فيلان 10 شوف البول هون ما فيها شيء هذا لما وقع حيطلع عليها نقطة زرقاء حتبطل تقدر توزع IP addresses تعال نشوف كيف ممكن نعملها خليني أنا هون بس مبدئيا أشغل الانترفيس تبع السيرفر DE0/1/3 ايش هيك كونفتي انترفيس E1/3 قولوا نو شت داون تمام بعد ما قلت له نو شت داون شو عندي هلا لازم اعمله اروح على سيرفر اطبق الدي سي بي سيرفيشن هلا قلنا
الدي سي بي سبوفينج ما راح يضبط، ما راح يضبط قمص شخصيته، لانه انا حاطط هون بالاس بي اي مش مثل اللاب اللي معنا. رجاء اللي ما شاف اللابات اللي قبل، اللي هو بس قبل هذول بلابين اوكي، يشوفهم بالاول بعدين يشوف هذا اللاب. حلو، خلينا هلا نروح نشوف نقول ستارفيشن. بدنا نضبط الوضع هلا. لا شو لود، عفوا ستوب اول، تعال اقول لانش اتاك، هبعت له ديسكفر اللي هون. قلنا هاي نوع من انواع الدينايل اوف سيرفيس اتاك اوكي، عشان بدي انهيها. طيب قول له اوكي. شوف بلش يبعت ديسكفر 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 ديسكفر. شوف ببعت ديسكفر على برودكاست ادرس، وهي هون عم بقول لك صرت باعت 20,000 22,000. سريع جدا، يعني سريع فوق ما تتخيل. طيب خلينا شوي نشوفه. قول له قول له وقف لي اتاك، قول له ستوب اول. اوكي تعال نروح نشوف السيرفر شو صار فيه. السيرفر لو قلنا له تولز، قلنا له دي اتش سي بي، شوف السيرفر شغال عادي. ها لو على راوتر كان شوي تاني بسقط كله، والبولز كلها الاي بي في 4 شغال. شوف قال لك في هون عندي مشكله، اللي هي مين؟ اللي هي اي بي 4. شايف النقطه هاي وقفت، ما ادري تبعت اصلا. ادرس ليز هلا هون بال نوع انواع سكيورتي بالسيرفر ما بصرف لك كل ال، هي هني راح يعني، هو خلص السيرفر هو اصلا بعته تمام، بس ما ببين لك يعني هون، ما بعرف ليش، بس بالسيرفر ده ما يعني حتى هذا اصلا سيرفر حقيقي فما بين، بس ما ادري يعطي. هي صارت عندك علامة استفهام، علامة هاي سكوب عندك صارت فيه مشكلة هون عنده اوكي، وقال لك ادرس ليزز عليها مشكلة. ريال لي اسطون دي اكتيفيت سكوب، لا مش عايز اكتيفيت سكوب اوكي. هو عندك بينما البول هاي 50 ما عليها، ليش؟ لأن الاتاك صار على مستوى الفيلان 10 على هذا السكوب بس، والسيرفر تبعي شغال. يعني صعب صعب بديسكفر الريكوست تبعه يوقع سيرفر كامل، لو كان على راوتر كان بيقدر يوقع. عرفت كيف؟ طيب فنرجع بس نعيد الميتيجيشنز بس هيك بما انه شغلناها. شو قلنا بنقول؟ قلنا بنفعل اول شيء نقول له كونفتي، وبنقول له اي بي دي اتش سي بي سنوبينج اللي هو بنفعلها هيك نعمل اكتيفيشن. طبعا ما راح تفعل لانه هي بير فيلان، فانت حتروح على كل فيلان بتوزع عندك سكوب فيه عم بتوزع اي بي ادريس اي بي دي سي بي سبوفينج سنوبينج عفوا فيلان 10 هي بتوزع اكيد، وعندي على مستوى فيلان 20 اكيد، وعندي على مستوى فيلان 30 ما بتوزع لانه هي على السيرفر، وعندي على 40 وعندي على 50 تمام. على مستوى كل فيلان لازم تعملها، عملناها قلنا لازم نعمل disable للاوبشن 82 اللي هو بحطه بقلب الهيدر، فهيك راح يمنع يعطي اي بي ادريسز. قلنا نقول له نو اي بي دي اتش سي بي سنوبينج كان انفورميشن مضبوط اوبشن، عشان اعمل disable للاوبشن 82. ولازم اروح على الانترفيس هو هذا الكوماندات انا ممكن كنت اعملها على الكور سويتش على فكره، كان ممكن على الكور سويتش، بس لو عملتها على الكور سويتش هو بعملها على الاثنين لانه شوف السيرفر واصل على الكور سويتش، فكان لازم اعملها على الاثنين. فهلا نرجع نعملها على الاثنين ما في مشكله. بنرجع هون بنقول له هلا بما انه انا بدي اكسس سويتش، بروح على كل واحد وبقول له انترفيس رينج جي ده كان اي 0 سلاش 0 داش 1 اي 0 سلاش 3 مظبوط، ياخذ هناك مع بعض اخذ. حلو بقول له اي بي دي اي سي بي سنوبينج ليميت ريت عشان الستارفيشن ليميت ريت 3. لماذا لم ياخذوها؟ اي بي دي اي سي بي ليميت ريت اوكي. وبس هروح على
كور سويتش عشان السيرفر واصل عنده نفس النظام هذا اي بي دي اي سي بي سنوبينج و اي بي دي اي سي بي سنوبينج اي بي كتبتهم فيلان 10 و 20 و 40 و 50 تمام بقول له نو اي بي دي اي سي بي سنوبينج انفورميشن اوبشن وبروح على الانترفيس E1/3 وبحطه اي بي دي اي سي بي سنوبينج تراست فبخلي لي كليات انترستد حلو وهلا حتى لو رجعت شغلت الاتاك مره ثانيه ثاني بس اروح على السيرفر اعمل ريستارت للسكوب إذا رحت على السيرفر وقلت له DHCP خليني أعمل Restart for everything أشوف كيف كان Old Task وكان Restart خلي هيك أعمل Restart لإله هيك مزبوط عندي طيب تعال نشوف نعمل الأتاك تبعنا معلش طول الفيديو بس حبيت افرجيكم اياها يعني ممكن هو المعلومات اللي فيه مش جديده بس حبيت افرجيكم كيف عم بيحصل بالضبط بالريد انفايرمنت لانه انا هدفي افرجيكم كيف بتطبقها بالبنيه الحقيقيه يعني خلص زهقنا الكتب وزهقنا النظريات حنقول ديسكفر قول له ماشي روح على ديسكفر حيضل طبعا هو يبعت مع نفسه قول له لسه اتاك وقف انا خلي شغال طيب مبدئيا هون في عندي بورت وقاعد بالايرور ديسيبل اوكي قلنا هذا النوع من الحمايه بقول لك بقول له شو انترفيس ستاتس هي اللي واصل بالهكر E033 وقاعد بالايرور ديسيبل نفذ عليه حلو ولو قلت له status error disable بقول لك السبب بقول لك DHCP rate limit rate limit يعني بلاش عم بعد discover أكثر من 3 محطين limit rate 3 طيب ولو رحنا على السيرفر تبعنا نشوف السكوب تبعنا هون بعده أربعين عشرة بعده عشرة ما بعرف شو المفروض ما يكون بعده أنا عملت له ريستارت فالمفروض يشتغل بس anyways هي أصلا ما وصلت الريكوستات للسيرفر ونحط البورت تبعه البورت تبعه صار شد داون ونحط بالإيرور ديسيبل هي البورت تبعه بالإيرور ديسيبل وما راح يطلع من الإيرور ديسيبل غير لما الأدمنستريتور يفوت وهي ايرور ديسيبل فشد داون حتى لو تقول له شو اي بي انترفيس بريف هي حتلاقي داون خلص طفى له اياه فهذا الميتيجيشن تبعه كان للستارفيشن وقلنا بالنسبه للسبوفينج الى الدي سي بي سبوفينج التذيب مش راح يحصل ابدا لانه اصلا انا بالاس بي اي انا حاطط له اي بي هيلبر ادرس وقايل له من دي سي بي سيرفر صريح وواضح فما في داعي كان هون كان ما عنده حلول اصلا انه يلعب على الموضوع فهي هي القوة لما تقسم الـ environment تبعتك فيلانات ولما تضبط الـ IP addressing تبعك وتحدد من DHCP server وتبعد على انه يكون layer 3 switch DHCP server تعمله وده router طلعك على الـ gateway اصلا وعامل sub interface هذا كلام انسى الـ real environment عم تشتغل لشغل بشركة حتشتغله صح لازم يكون اكيد عندهم server تخليه هو كمان DHCP DHCP هو إشي صغير يعني ما راح يهلك السيرفر ولا أي إشي شو ما كانت عندك الانفايرمنت وبالشركات طبعا الكبيرة شو بيكون عاملين لأنه اللي عنده بادجت بيكون مثلا عامل لك سيرفر هون دومين كنترولر وأكتيف دايركتري طبعا أكتيف دايركتري بيعمل لك مثلا سيرفر تاني
فيرتشواليزيشن او مثلا هلا بس هلا كله طالع على الفيرتشوال في ام وير او هالقصص، بيعمل لك اياها مثلا دي سي بي سيرفر دي اتش سي بي، بيعمل لك اياها مثلا فايل سيرفر عشان الشيرنج باسمه هيك. ف وبيعمل لك مثلا واحد ثاني اديشنال دومين كنترولر، وبيصير حسب الريدندنسي قد ايه بدك تكبره وقد ايه بدك تعمل فيها. هذا هو الدرس تبعنا، هو كان مكرر للدرسين اللي قبل، بس حبيت افرجيك اياه كيف تحصل عندنا بهاي البنية تبعتنا، وكيف الفيلانات والاس في اي ساعدونا بهذا الموضوع، وانك تعمل اساينينج للبورتس هي شو. ان شاء الله نشوفكم درس جديد، وما تنسوا بس تشاركوا بالقناه وتدعموا بلايك وشير عشان اقدر اضلني مستمر معاكم بهاي المجموعه ونقدم محتوى ان شاء الله منيح. وطبعا ما تنسوا كمان تشتركوا بجروب الواتساب عشان اللي عنده اي اسئله او عنده استفسار مثلا ما فهم شيء معين بحب يسالوا على الجروب، بجاوبكم عليه ان شاء الله بالقريب العاجل. ونشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.